ربح 20 طن مجانا من اقوى بوت لربح عملة تون مع التحديث الجديد. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتمام التسليم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ لو لسه اول مره تشوف القناه انزل عنا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واهم حاجه تشارك الفيديو دوت عشان يوصل لكل الناس والكل يستفيد زي ما انت بتستفيد غيرك يستفيد يا الصحاب. النهارده احنا معانا دلوقتي 12 مليون من البوت، عشان توصل ل 20 طن يبقى معاك 15 مليون. فنزل تحديث جديد ان انت اللي هو التربو دوت، تمام؟ التربو دوت بتضغط عليه بيعمل لك ضغط تلقائي. ضغط تلقائي بتضغط على كلمة تربو. كل الروابط والإدارات المستخدمة هتلاقيها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وهتضغط على الرابط هيوجهك مباشرة للبوت، تمام؟ عندك بتيجي عند كلمة النقر التلقائي اللي هي ديت، تضغط دع الروبوت يعمل للإنساء، تضغط عليها بالشكل دوت وبتنتظر الإعلان دوت يعدي، تمام؟ اول ما بتضغط الاعلان بيعدي بترجع تاني لصفحة البوت، تمام؟ وبترجع تعمل ضغط تلقائي البوت، بنرجع تاني للكسر، تمام؟ ادي الضغط التلقائي شغال اهوت يا شباب زي ما احنا شايفين، تمام؟ من غير لمس الهاتف، تمام؟ بيفضل يعد، تمام؟ بالشكل ده. هو بيديك 3 مرات يومية كده، مرة ودي التانية، تضغط عليها تاني، بتنتظر لمدة 13 ثانية، تمام؟ وترجع ايه بتاع كلمة كليك جيت ريورد كده، وترجع تاني تمام، وبيشتغل معاك النقر التلقائي تاني زي ما انت شايف بالشكل ده. فانزل ادعمنا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واهم حاجه اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس والكل يستفيد. النقر التلقائي شغال، تمام؟ بيديك 3 مرات نقر تلقائي كل يوم. زي ما انت شايف كده بالصحاب. عندك بقى حاجة اسمها هنا التعزيز، تمام؟ لو نزلنا كده ماشي، عندك هنا عن التحديث بيقولك شاهد فيديو على يوتيوب هتاخد 35,000، تمام؟ وعندك هنا الدخول المستمر، وعندك هنا لعب الألعاب، تمام؟ مشترك في القنوات ديت، تمام؟ وكل الحاجات ديت ايه. ولو جبت دعوة 3 أصدقاء لديهم تليجرام بريميوم هتاخد 1,000,000، تمام؟ وادي دع الروبوت يعمل، تمام؟ هي بالشكل دوت. وترجع تاني هترجع للكسر ماشي، هتلاقي الضغط التلقائي اشتغل معاك بالشكل كده. تم تنشيط النقر التلقائي بنجاح. تمام يا الصحاب، انت معاك النقر التلقائي، ومعاك اللي هي التعزيز، ومعاك ان انت تدعو اصدقاء، تمام؟ ده بالنسبة ايه للتحديث الجديد في البوت. المستويات بقى بداخل البوت، عندك بتضغط هنا بالشكل دوت، عندك المستوى البداية بتحصل على 20 طن، المستوى الفضي بتحصل على 30 طن، المستوى الذهبي بتحصل على 40 طن، المستوى البلاتينيوم بتحصل على 50 طن، المستوى الروبي بتحصل على 60 طن، المستوى الماس بتحصل على 70 طن، المستوى الأخير اللي هو الأدمنيوم بتحصل على 80 طن، تمام؟ تضغط على كلمة تعزيز بالشكل دوت،
وبنيجي مثلا على هنا بيقول لك شاهد الفيديو تقصر على 35,000، تمام. وبيقول لك هنا العب هتاخد 30,000، تمام. وعندك ابدأ في كسب البال من رياضتك 20، كل ديت ايه تعزيزات ايه بتبدأ ايه فيها، تمام. تمام يا شباب، ده التحديث اللي انا كنت جاي لكم عليه النهارده، تمام. فشاركوا الحقوا فعلوا البوت واشتغلوا عليه واربحوا منه، والسحب بيكون على محفظة التليجرام، بتيجي عند كلمة المحفظة بالشكل دوت وبتربط المحفظة، بيقولك تم ربط المحفظة بنجاح، تمام. وعندك هنا تمام شباب، وبتسحب اول ما بتوصل للحد الادنى بتقوم ساحب العملة، تمام. وبتسحب على محفظة التليجرام، ولو عايز تسحب على الباير او الفوس باي بيكون مباشرة بتاخد الادرس وبتسحب على الفوس باي او الباير مباشرة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، واللايك والاشتراك في القناة في زر الجرس، واهم حاجة اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وكل يستفيد زي ما انت بتستفيد غيرك يستفيد بالصحاب. واهم حاجة لو في اي استفسار اكتب في التعليقات وانا برد على جميع التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.